أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي الطقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم، حيث تبقى تتعرض لرياح شرقية نشطة السرعة تزيد من الإحساس بالبرودة، نشطة درجة مئوية كحرارة عظمى الملموسة 10 درجات، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة. تفاصيل الحال الجوية المتوقعة لنهار اليوم في باقي مناطق المملكة تبدأ بالمنطقة الشمالية أيضا تتعرض لرياح شرقية نشطة تزيد من الشعور بالبرودة، المفرق 14-4، إربد 17-9، وجرش 15-9، وعجلون 15-4. المنطقة الوسطى أيضا تتعرض لرياح شرقية نشطة، الزرقاء 15-4، البلقاء 17-4، معان 12-4، مأدبة 14-4، والبحر الميت 22-13. هذه الرياح النشطة ستكون أكثر نشاطا وأكثر سرعة في المناطق الشفاغورية والمناطق الغورية وأيضا منطقة البحر الميت، لذلك ينبه الإخوة المزارعين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مزروعاتهم وأيضا تجنب السباحة في البحر الميت. ننتقل الآن للمنطقة الجنوبية، نبدأ بالكرك، رياح شرقية نشطة 12-4، الطفيلة 14-4، الشوبك 13-0، ومعان 14-4، والعقبة 23-14 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية الأزرق 16-6، الصفاوي 15-3، ونفس الحرارة في أرويشت. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.